I'll answer the question in reverse order, if you don't mind. I'll talk about the chemical weapons first and then the larger question. With respect to chemical weapons, أحداث عم تتسارع وشعوب عم تطلب الحرية. خليكم معنا بموجز أخبار سوريالي لنقرأ ونحلل بس بطريقتنا السوريالية. أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذا الموجز من الأخبار السوريالية، معكم أنا مازن من وراء المايك. وفي العناوين لهذا الأسبوع: الممانع على الدوام شخصية هذا العام، سوريالي في كواليس جنيف 2، الله عليك يا سيسي انت حتبقى رئيسي. اهلا بكم. نال السيد الرئيس المناضل بشار الأسد لقب شخصية العام 2013، وذلك في عرس وطني كبير نظمته قناة الميادين الممانعة، وشاركت فيه جماهير شعبنا التي هتفت خلال التصويت بحياة باني سوريا الحديثة وعقدت خلاله حلقات الدبكة. وذكرت قناة الميادين أن عشرات رسائل الاس ام اس جاءت ممهورة بالدم، فيما صوتت الجماهير منذ ساعات الصباح الباكر ضمن مهرجانات فرح غامر وعرس وطني رائع، لتقول كلمتها الفصل وتجدد بيعتها للسيد الرئيس بشار الأسد كشخصية العام، وسط إقبال جماهيري منقطع النظير، معلنا الوفاء والمحبة والإخلاص للسيد الرئيس. وأوضحت قناة الميادين أنه بهذه المناسبة العظيمة قرعت أجراس الكنائس بقوة وتعانقت مع مكبرات الصوت بالمساجد، معلنة كلمتها، فيما جدد المواطنون من خلال التصويت العهد على المضي في السير خلف قيادته الحكيمة لتحقيق الأهداف الوطنية والقومية، وعاش المواطنون فرحة عارمة. هذا وقد لوحظ مشاركة كبار السن من كلا الجنسين وإقبال لافت من الشباب. ننتقل الآن مباشرة لمتابعة آخر تطورات مؤتمر جنيف 2 مع مراسلنا المراسل من قلب الحدث هناك. زميلنا المراسل، يعني إذا بتريد لو بتحطنا بآخر الأنباء والمستجدات الميدانية لأوضاع المؤتمر عندكم بجنيف. نعم زميل مازن، المفاوضات مستمرة على رجل وساق، وقد نجح وفد النظام في تحويلها من مفاوضات على مستقبل سوريا كبلد بما ينهي جميع المشاكل الحالية إلى مفاوضات على إدخال كم رطة خبز هون، كم عنينة زيت هون. زميل مازن، وبدلا من فك الحصار عن المدن، يسعى النظام إلى إفراغ المدن المحاصرة من سكانها حتى يتاح له تغيير التركيبة السكانية. وما هي آخر أخبار سوبر ستار وفد النظام لونا الشبل
يا زميلنا المراسل. نعم زميل مازن، فقد خطفت السيدة لونا الأنظار عن السجادة الحمراء بفستان من تصميم إيلي صعب. وهناك أنباء خاصة حصلنا عليها في سوريالي تفيد بأن وفدا من إدارة شركة لوريال يتفاوض الآن معها لتصبح الوجه الإعلامي للوريال في موسم ربيع صيف 2014. معك زميل مازن. مراسلنا المراسل، شكرا جزيلا، وسنعود إليك مرة أخرى في سياق الموجز. وفي أخبارنا العربية، كشفت مصادر مصرية مطلعة لسوريالي أن وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي يسعى للحصول على لقب ملك ملوك إفريقيا خلفا للزعيم الليبي النهفي معمر القذافي. وأوضحت المصادر أن السيسي باشر بتأليف الكتاب الأصفر، وهو يدرس تحويل مصر إلى جماهيرية شعبية عسكرية بسطارية عظمى، مؤكدا أنه سيسحق كل معارضيه زنجا زنجا دار دار. يشار إلى أن هذا التحول المصري إلى الديمقراطية يأتي بعد أن قدم مئات المصريين دماءهم في ثورة يناير التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك قبل 3 أعوام فقط من الآن. نعود الآن إلى مراسلنا المراسل من قلب الحدث في جنيف وآخر التطورات الميدانية. مراسلنا، شو الجديد عندك؟ نعم زميل مازن، فقد علم سوريالي أن سمو أمير المؤمنين أبو بكر البغدادي حفظه الله ورعاه سيتوجه بكلمة للمشاركين في المؤتمر عبر السكايب، ويتمنى فيه للحضور التوفيق والنجاح في مهمتهم بعد أن حالت ظروف عسكرية طارئة واندلاع المواجهات في الأنبار بالعراق دون حضوره شخصيا إلى جنيف. طيب، وعلى أي طرف محسوب أبو بكر البغدادي زميلنا المراسل؟ يعني هل هو مع المعارضة ولا مع النظام؟ بحسب معلوماتنا زميل مازن، فإن البعثات الدبلوماسية ووسائل الإعلام الأجنبية تعتبر البغدادي من التيار الثالث، وهو أقرب إلى تيار بناء الدولة الإسلامية في العراق والشام. شكرا لهذه المعلومات مراسلنا المراسل في إطار تغطيتنا المستمرة لمؤتمر جنيف 2. صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران مستعدة لاستخدام نفوذها على حزب الله لسحب قواته من سوريا. وأمل ظريف أن تكون إيران قادرة فعلا على المون على نصر الله، وألا يذهب ماء وجهها على الفاضي كما حدث مع الظواهري عندما طنشه البغدادي. وقال وزير الخارجية ظريف: إن سحب الإيرانيين واللبنانيين والعراقيين المقاتلين إلى جانب النظام سيتم فقط في حال قامت السعودية وقطر بسحب المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في صفوف القاعدة في سوريا والقادمين من كل أصقاع العالم، الأمر الممكن تحقيقه يعني بكل سهولة. وأكد ظريف أن إيران التي تم استبعادها من عزيمة جنيف وسحب الدعوة الموجهة إليها بعد أن عشمها بان كيمون بالجي، لا زالت تريد أن تكون وسيط سلام وتلعب دورا في إنهاء الصراع في سوريا والمنطقة، وأنه هي منيحة بس العالم كله عاطل. وأضاف ظريف أن هناك طرقا أخرى كثيرة لبسط النفوذ في سوريا غير إرسال المقاتلين، مثلا شراء الأراضي والعقارات وإعادة الإعمار وسيارات اللطميات التشبيحية. كان هذا موجزنا من الأخبار السوريالية لهذا الأسبوع، أخبار أكيدي بعد سنة من هلأ، ولا تنسوا تسمعونا على موقعنا سوريالي.com. صار فيكم تولفوا على راديو سوريالي على الFM كل يوم من 6 إلى 9 بإدلب وحلب ولادية على 99.6، وبالشام وحمص وحما 103.2 على هوا سمارت. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2014. عم تسمع راديو سوريالي؟ على فكرة هذا مو راديو.